فما جملة قلتها في الغناية عمري ما كنت نتصور أنك باش تعيشها. نحب نطير نطير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي. أنت حبيت تطير وحبوا يقصوا لك جناحك. صحيحة الحكاية. صحيح. للناس اللي نسيت ولا ذكرتهم قصيرة، حمودة وقت اللي عمل الغناية هو وبلتي كانوا فرحانين برشا، عامتها انتم خرجتوا تحبوا تعملوا تورني، حبي يقدم من خلالك بلتي كيفاش طفل صغير ينجم اليوم يغني ويطلع وينجم يفرح الناس. لكن مندوبية حماية الطفولة وقتها قالت مستحيل نخليه طفل صغير يطلع يغني. بلتي تغشش، ألغى عروضه كل، وانت تقلقت برشا. هذه وقتها خاطر عمري 12 سنة أنا. جينا وقتها باش نخدموا تورني في السيف، وقت عنا حفلة توزر، طلعنا باش نخدمو سبيكتاكل. خي جينا نذكرش وقت شكون جاي، قال له روح حمودة ما يطلعش في المهرجان. سمعتها انت بوذنك؟ لا لا، اما جاوني قالوا لي ما تطلعش في المهرجان. تقلت لك وانت طفل عمرك 12 سنة، فرحان شيخ تحب تغني وتسمعها الكلمة هذيك، شو اللي برشا عاد زيد حتى دبرمت في الدار من الفزاد والله، خاطر هما ما مشاوش شافوا العباد اللي في البياج تبيع في المشموم والعباد مطيشه صغار تحب تطلع تحب تخدم على روحها تحب توصل للحلم نتاعها، هما ما يخلوهمش البرا. غنيت في المانيا، غنيت في فرنسا، درت الاوروب الكل غنيت فيه، خدمت فيه ما قلقونيش. جيت نخدم في بلادي ما خلونيش، قال لك لما تولي عمرك 16 سنه. اليوم عمرك 17، خدمت بغل، اعطاك غل لك اللي تقول باش نخدم بيه؟ مش كيما حبيت نخدم الخدمه الوقت اللي انا وقتها 12 سنه ولا 13 سنه، كيما باش نخدمها حتى كان باش نوصل نخدم باش نتذكر القديم، مش باش نخدم مرتاح سيد، خاطر كل بياج هيك شيء. خدمت كارتاج، خدمت بنزرت مع بلتي سنه، خدمنا ليه ما مش ما خدمناش، رجعت سنين نخدم معه. أنا بلطي وين نشوفه ونعمل معه حوار حتى عم ناود، قال لي ما نجمش ننساها الحكاية هذيك. هو يرحم والدي وقف معايا برشا حتى وقت ما خلونيش وكل شيء، وقف ونحى العروض الكل وتكلم كاو، هذه حكاية مشيت على روحها. فرحت برشا وقت اللي شفتك في قناة عربية في ام بي سي مع أحمد حلمي. أحمد حلمي اسمع، برامج تاع ام بي سي يدفعولهم برشا فلوس النجوم، دفعولك ولا ليه؟ نعم ولا ليه؟ وكا هاو. نعم نعم نعم. تبث بالدولار. نعم ولا ليه؟ نعم. برشا اصفار. نعم ولا ليه؟ ليه. فرح بك احمد حلمي في لبنان؟ فرح. انت جاي للوج حكي معايا، تصوروا معايا، وهبط وقت الستوري على انستغرام وماركاني زيادة، حكي معايا كيجي يحكي معايا بيه، هو يحكي لطيف. انت مغروم بالافلام تاعو ولا ليه؟ ولا ليه مش ما نعرفوش. ما تعرفوش احمد حلمي؟ اي وقت اللي مشيت يتفرج ليه نعرف، وانا مش فان بيه ولا حكايه. وقت كلموا بابا وما قالوا له راه حشنا بحموده وكل شيء، مشيت وبعثوا لي بيه، مشيت بحذاهم غادي بزنس كلاس في الصفة الأولى. أكيد أكيد ستار تصفيق على حمودة.